انا مش عايزه اتجوز رشيد. يا نهار اسود. فرحك ده اللي بعد بكره، وفستان الفرح والدعاوي والناس اللي جايه، ورشيد اللي طاير بيكي من الفرح. طاير بيا النهارده، بكره هيكرهني. ازاي؟ لاني مش طايقاه، بجد مش طايقاه. طول الشهور اللي فاتت دي بحاول ابلعه، مش قادره مش قادره، مع انه كويس بيدور على اي حاجه تساعدني ويعملها. عشان كده مش عايزه اظلمه. انا مش متصوره نفسي لحظه واحده معاه في بيت واحد. قلتي لباباكي؟ لا طبعا. طب ما تقوليله. ما اقدرش اقول لبابا حاجه زي دي ابدا. طب قولي لمامتك. ماما في موضوع زي ده ممكن تكون اعنف من بابا. خلاص قولي لرشيد. ما اقدرش، ده ممكن يجرى له حاجه. انتي ما تعرفيش هو طاير بيا قد ايه، هو بيحبني قد ايه. ما انتي كمان بتقفلي كل البيبان في وشي، انا هعمل لك ايه؟ عايزاكي تقولي الحب وانكل عبد الفتاح، وهما يوصلوا الموضوع لبابا وماما ورشيد. حنين، دي مهمه صعبه جدا. مهمه صعبه وانتي الواسطه والموضوع ما يخصكيش اساسا، ما بالك انا بقى. اعمل لك وهبه يا قهوه، يو قصدي اعمل لك قهوه يا وهبه. انا عايزه 10 قهوة. بابا ممكن تسيب الجنان ده عشان عايزه اتكلم معاكم في مصيبه. مصيبه ايه؟ عايزه تطلقي من الحب؟ بعد الشر المصيبه مش عندي، عند حنين. مش عايزه تتجوز رشيد. يا نهار اسوح يا نهار اسوح، بقى جاي تقول الكلام ده دلوقتي والفرح بعد بكره؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ هو لعب عيال ولا ايه؟ هم البنات اليومين دول جرالهم ايه؟ ايه الجيل المنيل ده؟ ممكن بس تسمعوا وجهه نظرها، مش يمكن عندها حق. قصر حقك انت وهي. اسمعني بس، اصل حضرتك وماما اللي هتقوموا بالمهمه دي. انا وماما؟ ايه هي المهمه دي؟ انكم تقنعوا انكل صالح طنط حربيه يلغوا الجوازه دي. انت اتجننت يا بنت؟ ايه التخريف ده؟ اسمعوا بس وجهه نظرها. انا مش عايز اسمع حاجه خالص. انت راجل مؤمن يا صالح. وانت ست تعرفي ربنا يحربني. مفيش حد مننا يعرف الخير يجي منين. واحنا مش بايدنا حاجة، مفيش حد في الدنيا بايده حاجة. اهدى يا اخويا، اهدى يا صالح. انا مرة اتنرفزت، جاتلي جلطة كنت هموت فيها. عشان كده بقول لكل واحد مهما حصل، شوف مهما حصل ما يتنفس، ياخدها ببساطة كده. يا مصايب وأزمات بتعدي على الناس، الدنيا ما بتخلاش. ما تتكلم على فتاح يا مرد. أنا قلبي في رجليا، هو في إيه؟ هو فرح حنين ورشيد بعد بكرة؟ هيا بعد بكرة إن شاء الله. الحمد لله يا ربي. وأنت صالح هتحضر الفرح؟ مش معقول، مش معقول مش هحضر فرح بنتي. ما تنطي يا مفتاح. للأسف مش هتقدر تحضر. يا رسالتي رشيد حصل له حاجة؟ لا ما حصلوش، لكن هيحصل له. هو هيحصل له لوحده. حرام عليكم، ده شفته دمنا. صالح سك على الفرح. ايه يا انتي؟ حنين مش هتتجوز رشيد يا صالح. انا
كنت عارفه ان هو هيتصدم الصدمه الجامده دي، انا ما كنتش اتوسطت لها. انا حاسه دلوقتي بذنب ان انا السبب في وقعه الاستاذ صالح. وانت ذنبك ايه بس يا مقبوله؟ ما احنا كنا هنعرف يا حبيبتي، والحمد لله انها قالت بدل ما كانت هربت ليله الدخله وعملت لنا فضيحه من جلاجل. جيل منيل بستين نيله، ما احنا كمان اتحطينا في نفس التوتر ونفس الشده دي ايام جواز حب ووهبه. الجوازه ما كانتش حتم. زي ما وهبه جابت جلطه لابوها في قلبه، حنين جابت جلطه للاستاذ صالح في نافوخه. انا مش عارفه البنات اليومين دول مالهم كده غاويين يجيبوا جلطات لاهاليهم. السلام عليكم يا جماعه. سلام عليكم. طمني يا دكتور. اطمئن، احنا نحمد ربنا ان الجلطه حجمها صغير، بسيطه ان شاء الله. بجد يا دكتور؟ حضرتك اطمني، كلها يومين ثلاثه هيبقى زي الفل. ربنا يطمنك. ممكن اشوفه؟ لا يستحسن بلاش دلوقتي. من فضلك ايه اخبار الفلوس؟ قوي قوي، اتفضل حضرتك معايا. انا زي ما عرفت وسمعت حضرتك اقرب صديق لي. زي اخويا بالظبط، ده صديق العمر. طيب عموما هو كويس، بس حركة ايده هتبقى تقيلة شوية. يعني مش هيعرف يحرك ايده؟ لا يعني مش قوي كده يعني. لغاية امتى يعني؟ يعني حضرتك مع العلاج شهر شهر ونص هيرجع طبيعي جدا. يا حبيبي يا صالح. اوعى تكون انت كمان زيه. اوعى تتكلم زي بابا وماما. انت المفروض اكتر واحد تفهمني يا حب. انت بالذات المفروض تعرف يعني ايه حب وكره. واكيد متأكد ان انا مش عايزة اخون رشيد حتى بمشاعري. المفروض ان انتوا تطبطبوا عليها مش تتخانقوا معاها. يا سلام، وابويا الواقع من طوله ده هفهمه الكلام اللي هي بتقوله ده ازاي؟ وامي اللي هتموت من الحزن على بابا دي اشرح لها انت بتقوليه ده ازاي؟ قبلتيه ليه من الاول يا حنين؟ ليه ما قلتيش؟ هي قالت لي انا، يعني قالت لي انا من كام يوم كده. كان المفروض تقول لي انا، ومش من كام يوم، من زمان، مش تستنى لاخر لحظه. هنتصرف ازاي احنا دلوقتي بقى يا هنن؟ حب، انت اتحطيت في نفس الموقف. كان في خلاف بينك وبين وهبه وجوازكم ما كانش هيكمل. خلاف؟ شفتي انت قلتي ايه؟ خلاف مش نفور. ولو حد وقتها سالني هو في ايه كان ممكن اقول له اسباب خلافي مع وهبه اللي هي كانت كذا وكذا وكذا وكذا، لان كان عندي اسباب. انما انت ما عندكيش اسباب للي انت بتقوليه ده. اني بكرهه ده مش سبب كافي. ياه، وانت فجاه عنين اكتشفت ان انت بتكرهي رشيد؟ ظهور فاروق في حياتها تاني وقرب جوازها من رشيد خلاها تنهار. ايوه، لكن لما رشيد يسالني يقول لي في ايه اقول له ايه؟ اقول له اختي مش هتتجوزك عشان قلبها متعلق بواحد تاني. انا مش فاهم ذنبه ايه الراجل ان قبل جوازه بساعات نصدمه صدمه زي دي. ما قلتيش ليه من زمان؟ طيب لما يسالني هقول له ايه؟ عموما مرض بابا صالح يعني ممكن يخلينا ناجل الفرح شويه، ولما يقوم بالسلامه باذن الله بابا صالح نبقى نشوف بقى هنعمل ايه. بلا نعمل بلا ما نعملش. انا شخصيا مش هنقل لرشيد اي كلمه من الكلام ده. وربنا يستر بقى على بابا ويقومه من الواقعه اللي هو فيها دي على خير. يا حبيبي يا بابا، احساسي بالذنب ناحيته هيموتني.